راح نكمل بتجارب مختبر آلات 2. بالنسبة للتجربة السادسة وهي بعنوان دلندر موتور. دلندر موتور، تمام. هلا احنا آخر تجربة أخذناها توصلنا للثري فيز سكورال كيج اندكشن موتور. ثري فيز سكورال كيج اندكشن موتور هو عبارة عن ثري فيز، تمام، ونوع الروتور اللي فيه سكورال كيج، تمام. إن الاندكشن ماشين بشكل عام، آلات الاندكشن بشكل عام، الروتور اللي إلها يقسم إلى قسمين، تمام. في عندي إما سكورال كيج روتور، أو في عندي اللي هو ووند روتور، تمام. الووند روتور شو بيختلفوا عن بعض؟ إن سكورال كيج زي ما قلنا بالشكل بالمحاضرات اللي فاتت قلنا هو عبارة عن قفص سنجابي، أما الووند روتور هو عبارة عن كور وعليه ملفات، تمام. النوع الأول أخذنا له السكورال كيج وأخذنا التجربة اللي فاتت. كمان في تطبيق على إنه الثري فيز اندكشن موتور لما يكون الروتور اللي إله سكورال كيج، طبعا غالبا آلات الاندكشن بيكون الروتور اللي فيها سكورال كيج، تمام. كتطبيق ثاني هو الدلندر موتور. الدلندر موتور اذا في عندي له ستاتور، وهذا ستاتور هو عبارة عن ثلاث فازات، ثلاث ملفات، سوري، ثلاث ملفات، وهذول الملفات اما بشبكهم يا ستار يا دلتا. يعني في عندي بالنسبة للستاتور في عندي توصيلتين، يا ستار يا دلتا، وحسب نيجي نوضحهم تحت، وحسب شو انا بوصل بتغير عدد الاقطاب. يعني اللي اخذناه المحاضرة اللي فاتت كانت سواء وصلت دلتا او وصلت ستار كان عدد الاقطاب نفسه اثنين، لكن هون عندي انا في كل واحد فيهم ملفين، تمام. في عندي أكثر، في عندي ست ملفات، حسب شو أنا بوصلهم، حسب شو أنا بوصلهم. هلا بنيجي كمان شوية، بكون عندي عدد الأقطاب، تمام؟ بكون في عندي عدد أقطاب مختلف، طبعا إذا وصلت ستار عدد أقطاب، إذا وصلت دلتا عدد أقطاب معين. فهذا نوع من الموتور. قلنا الروتور الستاتور اللي له يا بوصله يا ستار يا دلتا، وبتغير عندي عدد الأقطاب، تمام. وفي عندي الروتور وهو عبارة عن سكورال كيج، انا هذا ما بغذيه، بتولد عليه جهة الحثين. طبعا مبدأ عمله زي مبدأ عمل آلات الاندكشن ماشين، لكن الاختلاف اللي موجود عندي هون انه هذا الموتور حسب توصيلته بتغير عدد اقطابه، وبالتالي تبعا لتغير عدد الاقطاب بتتغير عندي السرعة، تمام. فإله اسمين ثانيات لهذا النوع من الموتور، اما 2 to 4 pools أو تو سبيد موتور. ليش؟ هلا لنفرض أنا وصلت توصيلة معينة وكان عدد الأقطاب اللي فيه اثنين. لو جينا طبقنا على قانون أنسينكروس مساوي 120 اف اي على بي، بتكون عندي سرعة معينة، تمام. إذا جينا طبقنا حطينا محل البي 4، فبيكون عندي سرعة ثانية، فبالتالي حسب التوصيلة بتتغير السرعة. طبعا هذا ليش سموه دلندر موتور؟ بناء على العالم اللي اخترعه، تمام. ليش سموه 2 to 4 pool؟ لأنه كل توصيلة بيكون فيه لها عدد أقطاب معين. ليش سموه 2 speed؟ لأنه تبعا لتغير عدد الأقطاب تتغير السرعة اللي ماشي عليها هذا الموتور، تمام. هذا القانون اللي موجود عندي هون، قلنا unsynchronous بتساوي 120 Fe على B. أوكي، هلا خلينا نوضح الشغلة هاي. طبعا عندي نوع من الموتور، وهذا النوع من الموتور فيه له سرعتين. شو بفيدني هذا الاشي؟ بفيدني انه في تطبيقات معينة احنا بنحتاج فيه لها سرعتين. اول شغلة في عندي العجانة، العجانات اللي موجودات في المخابز هاي في لها سرعتين، تمام. هذا كتطبيقات على هذا النوع من الموتور، اول شغلة العجانة. في عندي الشغلة الثانية اللي هي الرافعات، والشغلة الثانية اللي هي ماكينات، الشغلة الثالثة اللي هي ماكينات تكسير الحجر. اوكي، فهذول ثلاث تطبيقات موجودات على هذا النوع من الموتور، تمام. طبعا خصائص هذا النوع من الموتور تختلف بناء على التوصيلة اللي انا بوصلها. طبعا كل نوع من الموتور انا عندي بحتاج اعرف عنه ثلاث شغلات او اربع شغلات. اول شغلة السبيد كنترول، تمام. ثاني شغلة
ثاني شغلة أنا بدي إياها البروتكشن اللي إله، بروتكشن. ثالث شغلة لازم أعرفها عنه اللي هي تحكم التحكم بالسرعة والبروتكشن، ولازم أعرف عنه كيف بدي أعكس الدوران، وآخر إشي بدي أدرس علاقته مع اللود. فبالتالي لما أجي أشبكته مع اللود بدي أشوف شو أثر زيادة اللود على سحب هذا الموتور للتيار وعلى سرعة هذا الموتور. طبعا شو ما كانت توصيلته، هذا الموتور بتأثر باللود نفس الاشي. يعني اذا وصلنا دلتا وصلنا ستار بتأثر في نفس التأثر. تمام، هلا في عندي هذا النوع من الموتور، خلينا نرجع هون. في عندي السبيد كنترول، اول شغلة التحكم بالسرعة، بتحكم في سرعته عن طريق الانبوت فولتج. تمام، انبوت فولتج، بتحكم في سرعته عن طريق عدد الاقطاب زي ما قلنا هون، بتحكم بسرعته عن طريق الفريكوانسي. تمام، عن طريق الفريكوانسي. طبعا التحكم بالسرعه في هاي الطريقه بتعمل لي ادفانتج وديس ادفانتجز لهذا النوع من الموتور، واللي هي عندي هاي الفقره اللي موجوده هون. شو الادفانتجز؟ انه التحكم بالسرعه له سهل. تمام، وكمان في عندي لس باور لوس، يعني فقدان قليل للقدره، فقدان قليل للطاقه. ليش؟ لانه كل الجهد او كل القدره هاي رايحه عشان تحرك الموتور، فيش عندي الكتريكال سويتشنج في هذا النوع من الموتور. تمام، فيش عندي الكتريكال سويتشنج، وبالتالي اوكي، فبالتالي فقدان قليل في الطاقه. وثاني شغله اسهل لما نيجي احنا نغير السرعه من انواع الموتور الثانيه. بس لكن نفرض انا غيرت هذه السرعه، بيصير في عندي اول شغله هارمونيك عالي، هارمونيك ديستروشن على الشبكه، هارمونيك على الشبكه اول شغله. الشغله الثانيه انه في عندي فاست ميكانيكال تير، يعني فشل ميكانيكي او سريع. تمام، لما اجي انا اعمل سويتش بين التوصيلتين، فبالتالي انا بصير في عندي ضرر ميكانيكي سريع لهذا النوع من الموتور. هذا هو عباره عن الستاتور لهذا الموتور كله. الستاتور هذا يا بوصله يا ستار يا بوصله دلتا. هون في عندي ملف 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 ملف، كيف بقدر اوصلهم هذول الملفات لستار؟ كيف بقدر اوصلهم ستار؟ توصيلة الستار باجي بوصل هذول عندي مع بعضهم البعض، يعني هاي النقطة اللي هي هاي هذول النقاط كلياتهم نقدر نعتبرهم زي هاي النقطة. تمام تمام، هلا هاي النقطة طالع من هون عندي ملف، وهنا عندي ملف، وجاي منها هون عندي ملف، هون عندي ملف، جاي منها هون عندي ملف، جاي منها هون ملف. تمام، يعني هذول الملفين، هذول هم الملفين لهون، الملفين لهم، هذول هم الملفين لهون، هذول الملفين لهون، هذول هم الملفين لهون. هلا افرض جينا انا جمعت هذول الملفين من هون، جمعت هذول الملفين من هون، جمعت هذول الملفين من هون، وغذيت هون عندي اللاين الاول، وغذيت عندي اللاين الثاني، وغذيت عندي اللاين الثالث. تمام، فشو بيكونوا في هذه الحالة؟ هاي الحالة بيكون في عندي التوصيل ستار، هون بصير في عندي قطب، هون في عندي قطب. طبعا احنا لما نيجي نعرف عدد الاقطاب بنتبع الملفات اللي موصوله مع فاز واحد، فبالتالي هذا الفاز او هذا الفاز او هذا الفاز في عندي قطبين، فبالتالي هاي التوصيله بيكون 2 بول. تمام، وبما انه 2 بول سرعه اقل ولا سرعه اعلى؟ اكيد سرعه اعلى حسب القانون، لانه بي جاي في المقام، فبالتالي لما بتنقص بتزيد السرعه، فبالتالي هاي سبيد وتورك اقل. تمام، هاي سبيد ولو تورك، هاي التوصيل الاولى اللي بنقدر نوصلها للموتور. تمام، هذه هي التوصيل الاولى. اوكي، وين التوصيل؟ هاي التوصيل اللي احنا وصلناها، وهذه هي توصيلة الستار. بالنسبة لتوصيلة الدلتا، باش بقدر اعتبر هذول اثنين ملف، هذا في عندي قطب اثنين ثلاثة أربع أقطاب، لأنهم ما اتحدوا، لو واصلين هذول مع بعض، هذول واصلين مع بعض في نقطة نفسها، بصير عندهم قطب هون وعندهم قطب،
بنظام كل قطبين. هلا هون في عندي قطب 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 قطب، اربع اقطاب، فبالتالي هذا فور بولز. يعني نقدر نعتبرهم هذول قطب، نقدر نعتبرهم ملف واحد، هذول نقدر نعتبرهم ملف واحد، هذول نقدر نعتبرهم ملف واحد. بداية الأول مع نهاية الثاني، بداية الثاني مع نهاية الثالث، بداية الثالث مع نهاية الأول. فبالتالي هون بيكون في عندي أنا وصل دلتا، هذا فور بولز. بما أن فور بولز معناته لو سبيد، يعني السرعة الأقل كانت عندي في هذه التوصيلة. وكمان غير إنه لو سبيد بيكون في عندي هاي تورك، تمام؟ هاي تورك. هذا بالنسبة للتحكم بالسرعة. خلينا نرجع شوي سابقا، هاي حكينا عن سبيد كنترول، نيجي نحكي عن البروتكشن. البروتكشن لهذا النوع من الموتور بيكون عن طريق يا 3 فيز سيركت بريكر، 3 فيز اوفرلود، وعن طريق ايرث ليكد سيركت بريكر بس من نوع 3 فيز. سبيد كنترول قلنا اما عن طريق الفريكونسي او عدد الاقطاب، وغالبا هون عدد الاقطاب لانه هذا هي الخاصيه اللي بتميز هذا النوع من الموتور، او عن طريق الانبوت فولتج. وفي عندي الجير بوكس، الجير بوكس الكل بنعرفها وشرحناها في المحاضرات اللي فاتت، تمام. حنيجي نشوف شو علاقه هذا الموتور في اللود، يعني بنوصل كل توصيله على حدها، تمام. نيجي نشوف علاقة الموتور. قبل خلينا نشوف الـ reverse rotation and speed control. reverse rotation and speed control، تمام. هلا هون في عندي هاي التوصيلة، هاي توصيلة ايش؟ توصيلة ستار. اكيد لو جينا غيرنا هذا عندي فاز الاول، هذا عندي فاز الثاني، بدلناهم مع بعض بنعكس الدوران. يعني لو جينا طلعنا هون كان عندي الفاز الأول هون، الفاز الثاني وين؟ هون. شو نحن نجي نعمل؟ لحظة، الفاز الثاني هون، فبالتالي غيرنا فازين عكس دورانه، نفس الإشي. أوكي، هاي التوصيلة الأولى بيكون يدور في هذا الاتجاه، تمام، بيكون يدور في هذا الاتجاه. أوكي، هلا لو جينا عكسنا الفاز الثاني هون عكس الفاز الثاني والثالث، هون أنت تقدر تختار أي فازين بدك تعكسهم، أي فازين بدك تعكسهم بعكسهم السرعة، فهو هون عكس الفاز الثاني والثالث، فبالتالي السرعة بتاعة الموتور انعكست. أوكي، هلا هون احنا وصلنا مع اللود، وبدنا نيجي نغير في قيمة اللود ونشوف شو بصير لسرعة الموتور، ونشوف شو بصير للتيار اللي بسحبه هذا الموتور، تمام. هلا هون في عندنا احنا نتائج جاهزة للتجربة احنا عاملينها في المختبر، اوكي، نوضحها بالفيديو القادم ان شاء الله.